السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير بإذن الله. النهاردة الفيديو بتاعنا عن مرض الروشة. هكلمكم النهاردة حبايبي عن مرض الروشة وايه هو مرض الروشة، لان في ناس كتير سألتنا عليه، فانا بإذن الله هجاوبهم وهقول لكم وهعمل معاكم عملي وهقول لكم العلاج اللي انا جايباه علشان الكل يشوف ويستفاد منه بإذن الله. اول قبل ما نعمل اي حاجة هعمل طبعا الكلفه بتاعتنا هي يا حبيبي زمان مش شايفين، لان في ناس قالتني الكلفه اللي انتوا بتحطيها عباره عن ايه. الكلفه بتاعتنا يا حبيبي هي عباره اهيت عن ذره، اللي هو دش الذره وفول وبسله وعلف، علف بياض طبعا عليه اهوت العلف يا حبيبي، وطبعا الذره العواجه اهي. عايزه انت تزودي من عندك وتحطي حلبة او تحطي اللي هو العدس، العدس ابو جبه اللي هو الاسمر دوت، ممكن تجيبي انت من عندك وتحطي عادي اهو يا حبيبي زي ما انتم شايفين، الذره والبسله والعلف بتاعهم والذره حصى والفول اهو، كل ده زي ما انتم شايفين اهي. لان في ناس سالتنا قالت لي الكلفه عباره عن ايه او بتبقى ايه، اهي قدامكم اهي تمام كده. طبعا في ناس كتير عارفه وفي ناس مش عارفه. طبعا يا حبيبي انا مش بعملها على ايدي، في ناس كتير بتعملها على ايديهم وديت عادي برضو ماشي. انا بشتريها شكات كده من عند بتاع العلف، بجيب الشكاره ما شاء الله يعني بتقضيني مسافه كبيره. لو انت حابه تزودي تعملي مثلا عيش مدشوش ولا حاجه، تنشفي العيش وتنشيه وتحط على الكلفه بتاعتك، ده حلو برده مش وحش كويس. عايزه تزودي تحطي مثلا شويه حلبة حصى على العلف، عايزه تحطي عدس اللي هو بجبه دي ماشي، كل الحاجات دي كويسه. طبعا يا حبايبي الحلبة الحصى ديت لها فوائد جميله جدا. طبعا الناس اللي بتشتكي من البدن الرايقه ولا حاجه بقول لها مثلا حط حلبة حصى على العلف، لان ديت حلوه. وطبعا هي حلوه للذكور في عمليه الاخصاب، ان هي بتحفز الذكر على عمليه الاخصاب، طبعا لها فوائد جميله جدا. تمام كده حبايبي. النهارده بقى ان شاء الله معانا الحمامه بتاعتنا اهيت. معايا الحمامه بتاعتي يا حبايبي، طبعا الحمامه ديت زي ما انتم شايفينها كده، ديت يعتبر عندها مرض الروش زي ما انتم شايفينها كده. طبعا هي اول ما جت لها الدور دوت انا عزلتها عن الحمام كله. تمام كده حبايبي. اللي يلاقي في الحمام بتاعه او يلاحظ اي حاجه غريبه عن الحمام بتاعه فورا يعزله عن الحمام علشان الحمام بتاعه ما يجيلوش عدوى. فانا لقيت الحمامه ديت يا حبيبي بالمنظر ده كده بتلف بدماغها ومش عارفه تاكل، فورا عزلتها حطيتها في قفص لوحدها وحطيت لها ميه واكل. وطبعا جبت لهم الدواء اللي انا هوريه لكم دلوقتي. في ناس سالت قالت يعني ايه مرض الروش. مرض الروش يا حبايبي زي ما انتم شايفين الحمامه ديت اهي بالمنظر ده كده قدامكم اهي، دي طبعا واقفه مش طبيعيه اهي زي ما انتم شايفينها بالمنظر ده كده. شوف رقبتها بتبقى معوقه على جنب ودايما تلاقيها بتلف بدماغها كده. فانت لما تلاقي حاجه زي ديت دي عندك في الحمام بتاعك لازم تشيليها فورا وتنزليها عند الحمام كله. تمام كده. فانا خدتها حطيتها في قفص لوحدها وحطيت لها الميه الميه والاكل. برضو بتاكل، بس بتاكل بطريقه صعبه، ان هي بتاكل الاكل بتاعها وبترفع بوزها لفوق بيبقى الاكل صعب عليها. فانا جبت لها دواء النهارده حبايبي اهوت، دواء هو دواء بشري، الدواء بتاعنا بشري مش بيطري، انا جايباها من صيدليه بشري. طبعا جبنا الدواء ده يا حبايبي اللي هوريه لكم دلوقتي، الدواء ده جميل جدا وبيجيب نتيجه فعاله لان انا جربته قبل كده. طبعا هي مش الفرد التعبان بس اللي بياخد منه، لا التعبان والسليم، علشان برده بياخد جرعه وقائيه له. فاحنا هنجيب الازازه هي توريها لكم وهوريكم الاسم بتاعها. خلاص كده
اه يا حبيبي الاسم بتاعها هو ده من صيدلية بشري، مش من عند بيتر ولا حاجة، راميتكس اهو. هطلع بقى خلاص كده الاسم قدامكم اهوت. خدوا سكرين شوت يا جماعة عشان اللي عايز يجيبه ولا حاجة. طبعا الازازه ديت بتتحلل في الميه بتاعتها ديت اهي، ديت بتحلل في 2 رطل ميه. هعملها برضو قدامكم عشان تشوف احنا بنعمل ايه. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده انا فتحت الميه اهيت وفتحت ازازه الدواء اللي فيها الدواء. هدلق الاثنين على بعض خلاص اهوت. عملنا الميه كلها، هرجها بقى لغايه ما البودره كلها تتحلل. خلاص رجينا الحقنه اهيت، هي حقنه عاديه اهي، هنحطها في 2 رطل ميه. هنحط الازازه دي يا جماعه في 2 رطل ميه اهو. انا معايا الجيركن بتاعي دي في 2 رطل ميه. هقوم كبل المحلول ده هنا زي ما انتم شايفين بالمنظر ده اهو. خلاص كده هجيب بقى طبعا انا غسله الويان بتاعتهم اهي، هحط لهم بقى السليم والتعبان يشرب. طبعا زي ما انا قلت لكم لو في اي حاجه تعبانه تنزلوها خالص عن باقي الحمام. هنجيب الوعي الثاني برضه نفس الشيء هنملاه، هنحط الحمام بتاعنا كله يشرب، والحمامة التعبانة برضه هنديلها بقها بالسرير. هي طبعا بتشرب لوحدها وبتاكل وكل حاجة، بس انا هديلها قدامكم اهو يا جماعة بالسرنجة عشان تبقوا برضه شايفين اهو. خلاص يا جماعه اهوت انا مليت السرنجه وفتحت بق الفرد معايا اهوت، وهحط له بقه في السرنجه. خلاص كده اوتش شرب من الميه بتاعتي. هرجع تاني برده احط له في الوعيه بتاعتي اللي بيشرب منها، لان انا عازلاه زي ما قلت لكم وحاطه لهم اكل وميه. هو الحمد لله بيشرب وكويس وبياكل كويس، بس هو يعني ايه صعب شويه في الاكل بتاعه. طبعا زي ما انتم عارفين بيتعذب على لما بيبلع الاكل بتاعه، بس يعني بياكل وبيشرب الحمد لله ما فيش اي مشكله. وهو يعني ايه اهو باذن الله على الدواء دوت ان شاء الله هنلاقي نتيجه كويسه، وهوريكم برده النتيجه ان شاء الله بتاعته عامله ايه. طبعا يا حبيبي الجرعه ديت ان شاء الله كل شهر مره لازم تكرري، إيه تبقى كجرعه وقائيه كده للحمام بتاعك علشان ما يجيلوش تعب ولا يجيله المرض دوت. ده بالنسبه للحمام السليم ماشي، انما للحمامه التعبانه ديت طبعا هتفضلي تدي لها من الدواء دوت من 5 ايام ولا حاجه لغايه ما تحس ان هي اتحسنت وياكي. طبعا حابه اقول لكم يا جماعه ان العمليه دي مش اول مره تجيني ولا حاجه. طبعا كان حصل عندي نفس الشيء ده برده، كان ذكر زي ده برده كده. هو ما بيرجعش لاصله طبعا، هو عمره ما هيرجع لاصله تاني، بس بسم الله ما شاء الله راق معايا وكان كويس. بس يعني الدواء اللي انا كنت جبته كان خد وقت معايا، ما رقش على طول يعني زي ما انا بقول لكم. الدواء ده كويس والدكتور شكر لي فيه جدا يعني، وقال لي هيجيب معاك نتيجه كويسه. بس لما اتعالج رجع لاصله وبقى يكسر عادي، وبسم الله ما شاء الله يعني ولف على الحمامه تاني وبقى يبيض، والبيض بتاعه كان فيه كثير وبقى يطلع وبقى طبيعي خالص يعني مفيش اي مشكله خالص. اللي عندها الحاله دي يا جماعه ما تخافش، لان هو باذن الله بيروق طالما انت بتعالجيه واهتمتي بيه في الاكل والشرب. ما تخافيش من يموتوا خالص، باذن الله هيبقى كويس معاكي وهيرجع طبيعي زي الاول. بس هو صحيح هيبقى رقبته ملوحه شويه مش هيرجع لاصله، تمام كده. طبعا انا جبت لكم الدكر يا حبايبي اللي كان حصل عندي قبل كده اهو زي ما انتم شايفين اهوت. الدكر ده كان حصل نفس الوضع برده السنه اللي فاتت،
كان نفس الشيء اللي هو حصل لي ده بتاع الدكتور اللي وريته لكم ده بتاع مرض الروشه، هو وعالجته برضه، عزلته لوحده خالص في بوكس كده لوحده، وحطيت له اكل وميه وعالجته. طبعا هو راق والحمد لله، اهو زي ما انتم شايفينه. بس قعد فتره يلوح برقبته، يعني ما كانش، ما بقاش طبيعي على طول. يعني ما تفكريش ان انت هتديله العلاج من هنا وطبعا هيبقى مظبوط من هنا او رقبته هتبقى معدوله، لا. طبعا هيبقى برضه هياخد وقت معاكي، هيفضل يروح برقبته، بس هيبقى طبيعي يعني، وهيكسر عادي وهيولف على الحمام عادي. بعد فتره باذن الله هتبص تلاقيه رجع طبيعي زي ما زي ده كده قدامكم يا حبيبي. الدكر ده اهوت كان جيت نفسي هطيره قدامكم اهوت وهتشوفوه. ده كان جاله نفس الشيء، هو تحس ان هو برضه عوج رقبته على خفيف، بس ما شاء الله يعني بقى حلو ومظبوط وكل حاجه، وولف على الحمامه وكسر، وما شاء الله البيض بيطلع وبيطلع ما شاء الله 100 100. ودي كانت الحلقه بتاعتنا حبايب النهارده عن مرض الروشه وطريقه علاجه. يا رب يكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.